الرئيس السيسي يطلع على سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. الحوثيون يتوعدون واشنطن لاستهدافها مجددا قاعدة أيديلامي التابعة لهم باليمن. إسرائيل تواصل عدوانها على غزة لليوم 99 وسط تفاقم للوضع الإنساني لسكان القطاع. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على النيل الأخبار، أهلا بكم. مرحبا بكم وإلى تفاصيل النشرة. اطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقده على جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر وتطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. كما تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية. أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن. ودعت الخارجية المصرية في بيان لها إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت مصر التطورات الخطيرة المتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق أن حذرت منه مرارا وتكرارا ومن مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين. في غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت فجر اليوم غارات جوية جديدة استهدفت قاعدة الدلمي بالعاصمة اليمنية صنعاء. في الوقت ذاته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي متوعدا بالرد في حال واصلت الجماعة استهداف السفن في البحر الأحمر. من جديد وبإصرار مطلق على إضعاف قدرة الحوثيين على استهداف الملاحة في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة ضربة جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية فجر اليوم السبت بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية السفن العابرة في هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف كذلك قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي.
القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان لها إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في ضرباتها الجديدة. الغارات الأمريكية جاءت بعد نشر دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا بوارج في البحر الأحمر، حيث شكلت واشنطن تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية. وتأتي هذه الضربات لليلة الثانية على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي. الحوثيون قاموا بتعطيل حركة الملاحة أمام السفن في كل من مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية. لهذا السبب قامت القوات البحرية الملكية البريطانية جنبا إلى جنب مع القوات البحرية الأمريكية بالانتشار بقوة في تلك المنطقة من قبيل الدفاع عن النفس، وقمنا أيضا بشن ضربات جوية مشتركة. هذه الغارات وما سبقها من هجمات للحوثيين على السفن في البحر الأحمر تعد وبلا شك تطورا غير مسبوق يؤكد الاتجاه نحو توسع رقعة الحرب في غزة لتمتد لجبهات أخرى في المنطقة. تعهدت جماعة الحوثي اليمنية اليوم برد حاسم وقوي على أحدث ضربة أمريكية تستهدف قاعدة عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو مادية. كما تعهدت جماعة الحوثي بمواصلة استهداف السفن الإسرائيلية أو أي سفن متوجهة إليها، مشيرة إلى أن الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لن توقف مسيرة دعم قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والخبير في الشؤون العربية. مرحبا بك أستاذ عصام. أستاذ عصام الكاشف، ينضم إلينا الدكتور رضوان قاسم الخبير في الشأن الدولي. مرحبا بك دكتور رضوان. اهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم الاعزاء. اهلا بحضرتك دكتور رضوان. يعني حديث عن خشيه وتنديد دولي من مخاطر اتساع رقعه الصراع في المنطقه بعد الضربات الجويه العنيفه التي شنتها امريكا وبريطانيا ضد اهداف يمنيه، تداعيات هذا الامر برايكم على المنطقه واتساع رقعه الصراع، ام انها ضربات نوعيه مركزه فقط لاضعاف جماعه الحوثي؟ لا، بالتأكيد ستكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة، وهو توسعة لنطاق الحرب في الإقليم، وهذا ما أشرنا إليه أكثر من مرة وفي أكثر من مكان. يعني عندما قلنا أن الأمريكي والإسرائيلي يريدون توسيع هذه الحرب واتساع رقعتها لتشمل الإقليم بمجمله، لأن هنالك العديد من النقاط التي يريد الهروب منها الأمريكي والإسرائيلي في فشلهم، بعد فشلهم في أوكرانيا وفشلهم اليوم في غزة، يريدون اتساع رقعة هذه الحرب حتى يخرجوا الإسرائيلي من المأزق الذي يعيشون فيه. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نعرف أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا داعمة دعم مطلق للكيان الإسرائيلي، وخوفا على أن ينهار هذا الكيان اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا، ذهبوا بالأمور إلى أبعد الحدود. طبعا بعد أن تأكد أن حصار اليمني على يعني الأراضي المحتلة على الكيان الصهيوني كان له تأثير كبير جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا مما دفعهم بالذهاب إلى هذا إلى هذه الضربة. لكن الضربة الأولى لهم، لكن لم يستطيعوا أن يقرروا الضربة التالية لمن تكون وكيف ستنتهي هذه الأمور. أنا أرى أن التصعيد هو سيكون سيد الموقف.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور رضوان قاسم خبير الشأن الدولي، كان معنا هاتفيا من برلين. على أي حال نشكرك جزيل الشكر. يعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وبينما تراقب الجهات الفاعلة أثر تهديدات الحوثيين وهجماتهم، يتنامى القلق من احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على ممرات بحرية أخرى. يعتمد نحو 80% من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، مما يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، قد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى. يعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق. التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار ستتطلب قدرا كبيرا من إعادة التفاوض على العقود بين مالك السفن والمشغلين، وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق. هجمات الحوثيين فتحت المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطورا من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبيا في ممرات الشحن المزدحمة. وبينما تراقب الجهات الفاعلة آثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، سيبدأ الآخرون في النظر في قدراتهم على تنظيم شيء مماثل. ولكن الذي يثير القلق بشكل خاص احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على طرق أخرى كبيرة الحجم، خاصة بحر الصين الجنوبي. منطقة بحر الصين والتي تمر منها ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم هو طريق رئيسي لنقل الطاقة. التوترات في البحر الأحمر لم تؤكد على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدمت نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية، لذا على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة على التجارة العالمية. نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. نعم، وهذا وتواصل مصر محاولتها المستميتة لإنفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها سكان قطاع غزة. ما زالت أكاذيبها وادعاءاتها مستمرة، فعلى الرغم من جهود مصر المضنية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة واستقبال عشرات الجرحى، تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تحمل مصر نتائج وحشية آلاتها العسكرية في قطاع غزة. الدولة المصرية نفت بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية التي ادعت أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. الهيئة العامة للاستعلامات أكدت على أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم. رئيس الهيئة أكد أن كذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة
أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصة الوقود بوصفه جزءا من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع. وأكدت الدولة المصرية مرارا وتكرارا حرصها منذ الوهلة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة على استمرار فتح معبر رفح جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها سكان قطاع غزة. دولة الاحتلال التي وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى متهمة بجرائم الإبادة الجماعية بأدلة موثقة، حاولت المراوغة وإلقاء اتهامات كاذبة في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة والإنسانية جمعاء، إلا أن موقف مصر الثابت من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية موقف يشهد له التاريخ على مدار عقود. يحبس العالم أنفاسه في انتظار الفصل في معركة لاهاي القضائية، والمقرر أن تصدر قرارا بإدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. القرار الذي سيتخذه القضاء الدولي ضد إسرائيل من شأنه أن ينتصر للإنسانية والصمود الفلسطيني، والتي عجزت الدبلوماسية الدولية عن لي ذراعها لوقف مجازرها في قطاع غزة. بعد يومين من جلستين تاريخيتين شهدتهما محكمة العدل الدولية للنظر في الاتهام الذي وجهته جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، منتهكة بذلك اتفاقية مكافحة جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948. يحبس العالم أنفاسه في انتظار حكم المحكمة الذي قد يستغرق أياما أو أسابيع. في يومها الأول استمعت المحكمة لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي أكدت فيها ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترقى لمستوى الإبادة الجماعية. وأوضحت جنوب إفريقيا في أوراق الدعوة التي تقع في 84 صفحة أن إسرائيل فشلت في تقديم ما يثبت عدم ارتكابها لتلك الجرائم، حيث حرمت سكان غزة من الماء والغذاء والكهرباء والدواء، فضلا عن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وطالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في مرافعته بإدانة إسرائيل وسرعة إصدار قرار يجبرها على وقف فوري للأعمال القتالية والعدائية بحق الأبرياء العزل لحين صدور قرار نهائي من محكمة العدل الدولية. الفريق القانوني الإسرائيلي في المقابل طلب إسقاط تلك التهمة ودفع أمام المحكمة بأن حربها دفاع عن نفسها وأنها تقاتل حركة حماس وليس السكان الفلسطينيين، داعية المحكمة إلى رفض الدعوى باعتبارها لا أساس لها ورفض طلب جنوب إفريقيا بوقف الهجوم. محاكمة تاريخية، حيث تعد تلك المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل أمام قضاء دولي يحاكمها على ما ترتكبه بحق الأبرياء من انتهاكات وممارسات قمعية وجرائم وحشية. محاكمة تمثل مرحلة فارقة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها ستكشف حتما الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الجاثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من 7 عقود. وجهت فرنسا الشكر لمصر للتعاون على الصعيد الإنساني من أجل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة. وأشار القائم بأعمال سفارة فرنسا بالقاهرة رافائيل دي لاجارد إلى المستشفى الميداني الفرنسي المقام على متن حاملة إحدى المروحيات التي ترسو بميناء العريش منذ 25 نوفمبر الماضي لعلاج مصابي غزة، وأوضح أن فرنسا قدمت حتى الآن حوالي 1000 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتم إرسالها جوا إلى العريش وبحرا، حيث وصلت قبل أيام سفينة مساعدات إلى ميناء بورسعيد تحمل على متنها 350 طنا من المساعدات الغذائية، وكل ذلك يتم بالتعاون مع مصر.
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المأساة الإنسانية تتعمق أكثر في قطاع غزة في ظل عدم وجود مكان آمن يمكن المواطنين الاتجاه إليه. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواطنين في غزة يتعرضون للقصف في كل مكان، سواء في الشمال أو في الجنوب وحتى في رفح. كما أضاف أن الاحتلال دمر أكثر من 70% من المنازل والبنى التحتية في قطاع غزة، وأكثر من 2 مليون فلسطيني باتوا نازحين يعيشون في ظروف مأساوية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة جوا وبرا وبحرا لليوم 99 على التوالي، وقد تم انتشال 20 شهيدا بينهم 10 من أسرة واحدة إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا أرحب بحضراتكم. النهاردة أنا بشرف بصحبة زميلي وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي في منطقة العمرية والنبرية علشان نتفقد عدد من المشروعات الكبيرة جدا في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي وأيضا الثروة الحيوانية. احنا يمكن أول امبارح على طول كنا في منطقة السخنة وكنا بنتكلم على الصناعة والتصدير. النهاردة برضو بنتكلم على الرافد الآخر في عمليات النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للدولة المصرية معتبراهم أولوية، وهي الزراعة. يعني احنا بنقول الحقيقة، الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري هتتحقق من القطاعات الأساسية: الصناعة، الزراعة، الاتصالات، مجموعة كبيرة جدا من الصناعات اللي احنا النهاردة مركزين عليها. أهم شيء النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، احنا يمكن في الزيارة بدأنا بمركز التلقيح الاصطناعي، والهدف منه شيء مهم جدا، ان احنا ازاي بنطور السلالات الثروة الحيوانية اللي عندنا. مصر طول عمرها مشهورة بنوع الجاموس او البقر المصري، وده كان ليه قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم. في انواع كتيرة جدا ابتدينا نستوردها، وبدأت انها بنلاقي انها بتنتج لحوم والبان اضعاف مضاعفة للمنتج للاصل المصري او الراس المصرية. عشان كده يمكن المركز اللي احنا شفناه هو مركز تلقيح اصطناعي، علشان ازاي ان احنا نستولد هذه الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم، وبنقدر إن احنا من خلال المركز ده نتيح فعلا ما يطلق عليه الأسس أو السل اللي هو نقدر منه إن احنا نولد لرؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية، أو إن احنا نستمر في استدامة السلالة الأجنبية. الحقيقة بعد كده طبعا احنا زرنا مزرعتين او مكانين مهمين جدا. الاولاني ويمكن كنتوا حضراتكم معانا بمساحة كبيرة جدا فوق 800 فدان بيزرع الفراولة والبروكلي، والاهم ان غالبية العظمى من هذا المنتج للتصدير. ويعني لما سألت حتى صاحب المزرعة وهو قطاع خاص، قال لي انا اكتر من 80% من انتاجنا للتصدير. اهم شيء هنا ويمكن اللي احنا انا كنت حريص جدا ان احنا نشوفه، ان ازاي تطبيق احدث النظم الري الحديثة العلمية اللي هي بتقلل استهلاك المية بصورة كبيرة جدا. السؤال اللي كنت بسأله له، انت المية بتاخد قد ايه مية للفدان في اليوم؟ قال لي ما بين 15 ل 18. فبالتالي دول لما بنضربهم على مدار السنة يبقى الفدان بيستهلك حوالي 6000 متر مكعب في السنة. ده طبعا النظم التقليدية بتاعتنا اللي في الأراضي القديمة بنلاقي ممكن بنصل إلى 10,000 وممكن 11,000 متر مكعب في السنة، يعني ضعف كمية المية. فهو ده النقطة الجوهرية في اللي احنا شفناه النهاردة، ازاي من خلال هذا الموضوع النظم الري الحديثة ازاي بنزود انتاجية الفدان بتاعنا. والأهم لما بيزود الانتاجية وبيقلل المية بيقلل الاعتماد على الأسمدة، فبيبدأ يبقى المنتج عضوي. أنا بقول كل الكلام ده عشان أشجع فلاحينا في كل مكان إن هم هذا النموذج بيحقق وفر كبير جدا، إنتاجية أعلى بكتير، وبيبقى قدرة على إن المنتج ده منتج عالي وبيتباع بسعر أعلى وأغلى بكتير، وبيبقى عندك فرص تصدير. هنا إحنا النهاردة في مركز
للتصدير الموالح. والحمد لله مصر يعني احنا يعني النهاردة بقت مصر من اعلى دول العالم، يعني اذا ما كناش بقينا رقم واحد في الموالح لكن بقينا فعلا من اعلى دول العالم في تصدير الموالح، انتاج وتصدير الموالح. وهنا مرة اخرى زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على اسس علمية عالية جدا في تكويد المنتج، عشان ابقى ضامن ان لو في اي لحظة احنا كان بيحصل عندنا مشكلة هقولها لحضراتكم من فترة، ان لما كان بيبقى اي شحنة تصديرية بيحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة تروح موقفة استيراد من مصر بالكامل. النهاردة لا، من خلال هذا النظام، نظام التتبع والتكويد، انا ببقى عارف كل شحنة خارجة منين، وبالتالي لو حصلت مشكلة اقدر اقدر اخد الاجراء ضد المكان اللي خرج هذه الشحنة وما وقفش تصدير كل المنتج او المحصول من مصر. انما الاهم كمان بيساعد المنتج النهاردة ان هو يطبق احسن الاسس العلمية وافضلها واعلاها واخرها، وينوع في وزن المنتج ونوعه وشكله، لان كل نوع من دول بيروح لدولة شكل، والمزاج العام في كل دولة بيختلف عن الدولة الاخرى. لكن الاهم الرسالة النهاردة وده اللي احنا كلنا بنأكد عليه يمكن انا ومعالي الوزراء زملائي، التشجيع الكامل للقطاع الخاص انه ينطلق في عملية التصدير والانتاجية. اي مشاكل او عوائق بتواجهه بنحاول نحلها له على الارض واحنا موجودين معاه، علشان هدفنا مضاعفة صادراتنا وقدراتنا الانتاجية. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين يعني حواليا الكاميرات لو تجيب شباب مصر يفرح، بيشتغل معانا موجودين هنا في المصانع دي وبيشتغلوا من كل حتة في مصر. يعني كنت بسألهم انتوا جايين منين، اللي جاي من كفر الزيات واللي ساكن هنا في النبارية، وبالتالي فرص عمل كبيرة جدا بيتاحها القطاع الخاص لمصر. والأهم كل ده انتاج وتصدير وان شاء الله تنمية لمصر في خلال الفترة الجاية. احنا بإذن الله كل هدفنا الفترة الجاية هيبقى في زيارات أخرى بقدر الإمكان كل أسبوع في مجموعة من الزيارات لمواقع كتيرة، علشان نتابع اللي بيحصل على الأرض في كل قطاعات التنمية في مصر. ولو في أي عوائق، ودي اللي أنا بأكدها رسائل للقطاع الخاص، أي مشاكل أو تحديات بتواجهك مكتبنا مفتوح على مدار 24 ساعة، تعالوا لنا ونشوف إيه أي مشكلة، عشان فعلا أنا بوعدكم بإذن الله أن احنا نتخطاها كلنا مع بعض. أنا بشكر حضراتكم جميعا. كما تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده وزيارته لمتابعة المشروعات الخاصة بمجال توسيع الرقعة الزراعية وأيضا تنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجات هذه المشروعات وأيضا فرص النمو لها، وأشار إلى ارتباطها باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد، ما يعمل أيضا على توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج دعما للاقتصاد، وأيضا عن تشجيع الدولة للقطاع الخاص في هذا الإطار عن طريق إزالة أي عوائق قد أو تحديات قد تطرأ في هذا المجال، أيضا توسيع الرقعة الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية خلال هذه الجولة التفقدية أيضا التي قام بها دكتور مدبولي بمشروعات الإنتاج الحيواني بالعمل بالإسكندرية وأيضا الإنتاج الزراعي بالنبارية بالبحيرة، ورافقه فيها وزير الزراعة السيد القصير. إذن نعود إلى سياق نشرتنا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة جوا وبرا وبحرا لليوم 99 على التوالي، وقد تم انتشار 20 شهيدا بينهم 10 من أسرة واحدة إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم، كما استشهد أكثر من 12 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي آخر على مخيم للنازحين شرقي رفح، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 23,800 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 جريح والآلاف من المفقودين بحسب الصحة الفلسطينية. مع دخول الحرب يومها 99 تحول قطاع غزة إلى خراب أحياء كاملة لم يبقى منها سوى أنقاض ونظام صحي منهار ومشارح تغص بالعائلات الثقلى ومواطنين منهكين يسيطر عليهم الرعب.
جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عملياته العسكرية في القطاع المنكوب، وقد تم انتشال 20 شهيدا بينهم 10 من أسرة واحدة على أثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج بمدينة غزة. وفي قصف إسرائيلي آخر على مخيم للنازحين شرقي رفح استشهد أكثر من 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وفي الوقت نفسه اندلعت اشتباكات ضارية وقصف إسرائيلي متواصل على شرقي دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة. منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث دعا إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب. الحرب تركت بصمات بدلت تماما شكل القطاع الساحلي الصغير المكتظ بمليونين وأربعمائة ألف نسمة، فبعدما كانت أحياؤه تضج بالحركة والسيارات باتت الآن مليئة بالركام والمباني المهدمة. وتتوالى الأيام والمشهد واحد، رجال ونساء ينتحبون وهم يتعرفون على الجثث الملفوفة بأغطية بلاستيكية بيضاء، دمار هنا وهناك وطرقات ملطخة بالدماء وقطاع تحول إلى أنقاض. وفي خضم حرب شعواء وعلى مدار أكثر من 3 أشهر حصدت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 23 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وأدت إلى إصابة حوالي 60 ألفا بجروح، فيما لا يزال الآلاف مطمورين تحت الأنقاض ولا يزال العالم في سباته العميق. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة القمع والاعتقالات في عموم محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المدن والبلدات لا سيما في طول كرم وبيت لحم وقلقيلية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. مع اقتراب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة من يومه 100، تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس والضفة الغربية المحتلة وتزداد دموية يوما بعد يوم. 3 شبان فلسطينيين استشهدوا في بلدة إذنا غرب محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستوطنة أدورا المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا وانتشرت بكثافة في محيط المستوطنة، بينما أطلقت طائرات الاحتلال قنابل الإنارة في المنطقة. أما في شمال الضفة الغربية المحتلة فقد استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما متأثرا بجراحه بعد أن تعرض لضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية في بلدة زيتا الواقعة شمال مدينة طول كرم وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا قياسيا في وتيرة أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد 340 فلسطينيا على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى اعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد أكثر من 520 فلسطينيا خلال عام 2023 بالضفة الغربية المحتلة التي يقيم فيها نحو 3 ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا منطقة يارون جنوب لبنان بعشرات القذائف. وأضاف شهود نهيان أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم بلدتي حولة وميس الجبل جنوب لبنان، جاء ذلك بعد ساعات من قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف أطراف بلدة الناقورة وعلم الشعب وجبل اللبونة. في غضون ذلك يواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مشارف نهر الليطاني.
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو حمدتي أنه عرض على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب في السودان. كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أكد على ضرورة وقف الحرب في السودان في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي البلاد وحماية المؤسسات الوطنية وأيضا إطلاق حوار وطني سوداني شامل. مع تواصل القتال في السودان، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دوقلو حميدتي أنه بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في البلاد والآثار الناجمة عن استمرار الحرب وضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين. حميدتي أوضح على حسابه في منصة إكس أنه عرض على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب في السودان وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها، وما أطلق عليه إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم. كما قدم حميدتي للأمين العام للأمم المتحدة شرحا مفصلا للأوضاع الحالية في البلاد بما في ذلك ما أسماه حجم الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الجيش بحق المدنيين، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات للمدنيين. من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي لعقد قمة استثنائية للمنظمة بأوغندا في 18 من يناير الجاري لمناقشة الأوضاع في السودان إضافة للتوتر بين إثيوبيا والصومال. ووفقا لبيان للخارجية الجيبوتية، فإن الرئيس جيلي وزع الدعوة لرؤساء دول إيجاد رسميا وذلك بعد وقت قصير من فشل القمة التي استضافتها جيبوتي في ديسمبر الماضي في عقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحميدتي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في السودان أنه حال استمرار الحرب فإن كارثة جيلية ستحدث في البلاد أولى ضحاياها 24 مليون طفل سوداني. وقالت مانديب أوبراين إن النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها، مشيرة إلى أن قرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا إلى المدارس هذا العام إذا لم يكن هناك تحرك سريع لإنهاء الحرب بالسودان. الحرب في السودان أدت إلى نزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين شخص وهي أكبر أزمة نازحين في العالم وفق الأمم المتحدة. وتؤكد أوبراين أن بين هؤلاء النازحين واللاجئين 3.5 مليون طفل، مشيرة إلى أن 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في السودان، كما أن ملايين الأطفال معرضون للموت والإصابة والتجنيد في العمل المسلح والعنف والاغتصاب. وإلى أخبارنا الاقتصادية في هذه النشرة مع الزميلة شيراز الوفائي. أهلا بك شيراز، تفضل. شكرا هبة، شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا وأهم أخبار المال والأعمال بمشاركة 250 شركة. وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية. أهلا بكم. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مساحة 3000. وقال الوزير إن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة.
أكد وزير التجارة أحمد سمير أن الدولة لا تدخر جهدا في تدليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات في مصر. جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات مكثفة عقدها وزير التجارة مع عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبحرين على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والتي عقدت بالمنامة. ولفت وزير التجارة إلى أن وزارته أعدت مؤخرا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة. أكد وزير المالية محمد معيط أن هناك تكليفا رئاسيا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان. وشدد الوزير خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية على حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-25 لأولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المصادفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة. استعرضت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي التطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية. جاء هذا اللقاء خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للولايات المتحدة الأمريكية، كما التقت المشاط أنشولا كانت المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي ومختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، كما عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتونو نائب رئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. انتهت أخبار الاقتصاد والآن نعود مرة أخرى إلى أخبار السياسة. إليك هبة. إليك محمد. شكرا لك شيراز. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة المشروعات الخاصة بمجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، مشيرا إلى ارتباطها باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد ما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج دعما للاقتصاد. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها مدبولي اليوم بمشروعات الإنتاج الحيواني بالإسكندرية ومشروعات الانتاج الزراعي بمحافظة البحيرة. كما أكد مدبولي خلال تفقده مركز التلقيح الصناعي المطور بالعامرية أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان، مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الانتاج وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذا المجال. بانوراما النيل ما زالت مستمرة وفيها نتابع بعد الفاصل. وزارة السياحة والآثار تفتتح معرضا أثريا وفنيا بقصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل. فتحت وزارة السياحة والآثار معرضا أثريا وفنيا بقصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل. ويضم المتحف نحو 26 قطعة أثرية و50 لوحة فنية. نتابع. كنوز مخفية، معرض أثري يضم نحو 26 قطعة أثرية تحكي تراث الأمير محمد علي توفيق ومتحفه بمنطقة المنيل والذي تم تأسيسه منذ نحو 120 عاما.
طبعا هو بنى القصر هنا من مجموعة من السرايات لكي يكون مقرا للحكم. الرجل كان غاوي، كان بيحب الفنون والآثار الإسلامية، وعلشان كده المتحف هنا أو المعرض بيضم بعض أنا بقول بعض من مقتنيات البرنس محمد علي. بنبين للناس في المعرض ده قد إيه كان اهتمام البرنس بالفنون الإسلامية، ولا سيما الفنون التي كانت موجودة في الفترة العثمانية التركية. صور فوتوغرافية مصنوعة من نترات الفضة هي نتاج ورشة تعليمية للزائرين من محب المتحف، تم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول، وتجسد سرايا المتحف وعدد من المناطق السياحية الأخرى. دي كانت ورشة تصوير للأستاذ شريف إسماعيل، عملنا عليها إعلان على الصفحة، وتم أخذ مجموعة من الزائرين جم هنا واتدربوا على مدار أسبوعين، وبعد كده دي نتاج الورشة بعد تعليمهم لفن التصوير بالموبايل. كلها للسرايات بتاعة المتحف، سرايا الإقامة، سرايا العرش، المسجد، سرايا الإقامة، كلها لقطات بتبين مدى الزوايا الجميلة ومدى الجمال اللي موجود هنا في متحف قصر الأمير محمد علي. مباخر من الذهب المرصع بالماس ولوحات زيتية تجسد شخصية الأمير محمد علي توفيق هي أبرز المقتنيات التي جذبت الحاضرين. أبرز القطع في الحقيقة المبخرة اللي موجودة قدامنا دي، مبخرة جميلة جدا من عصر بتنتمي برضو الأمير محمد علي توفيق. هي مصنوعة من الذهب ومطعمة بحوالي 350 فص من الماس، ليس فقط في ثرائها من ناحية المادية، بس قطعة فنية أنا ما شفتش في الحقيقة لسه. كنت قايل لزملائي يعني أنا يعني مهتم جدا بالمقتنيات الذهبية اللي بشوفها في المتاحف اللي بزورها برا، لم أرى بمثل هذا الجمال من قبل. يعني احنا أخدين مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي معمولة بنترات الفضة اللي بترجع منها لأوائل 1900، ودي طبعا في الوقت ده كانت حاجات نادرة جدا. طبعا تجسيد مراحل حياتية للأمير محمد علي على مر مراحل عمره، وفي صور طبعا مع إخواته منهم الأميرة نازلي، والأميرة نازلي دي توفت يعني وهي طفلة تقريبا 9 سنين. صور في سرايا الرمل، اللي سرايا الرمل دي ما بقتش موجودة دلوقتي أساسا، اللي هي كانت خاصة بأمينة هانم زمان في اسكندرية. وتم البدء في بناء قصر الأمير محمد علي توفيق بمنطقة المنيل عام 1903. معرض أثري وفوتوغرافي يجسد نحو 120 عاما هي عمر قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، والذي يعد تحفة معمارية وأثرية تجسد الحضارة الإسلامية. من قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أشرف مبارك، النيل الأخبار. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يطلع على سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. الحوثيون يتوعدون واشنطن لاستهدافها مجددا قاعدة الديلمي التابعة لهم باليمن. إسرائيل تواصل عدوانها على غزة لليوم 99 وسط تفاقم للوضع الإنساني لسكان القطاع. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت تعال.eg. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.